السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله. كنرحبوا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو اللي هو عبارة عن ديسير سهل، يعني ما يتوفر عندنا في المنزل نقدروا نسويو باش ديسير يكون لذيذ مختلف وزوين. يعني غادي خصنا كيسان ديال الدسير بطبيعة الحال، غادي خصنا شوية ديال العنب، شوية ديال البسكوي مهرشش، بسكوي يعني بحال باش كنصوبوا لي زونترومي اللي كيكون رطب. عندنا هنا الفروي الشهديه والخوخ والمشماش، ماشي المشماش لا البرقوق، البرقوق والشهديه. عندي العنب وعندي هذا وعندي رايبي ديال الفراوله، هو هذا ان شاء الله رايبي ديال الفراوله. هنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا هذا الديسير ديالنا، غادي يكون واحد فيديو سريع جدا، وغادي نصوبوا فيه هذا، غادي نديروا معلقه ديال البسكوي لتحت ديال الكيسان ديالنا بحال هكا. هذا البسكوي اللي هو كيعطينا واحد القول هذا الديسير، ما غاديش يعني ماشي غنديروا فيه الفروين، نديروا فيه بسكوين، نديروا فيه ديك الرايبي، غادي يعطينا واحد المذاق مختلف وواحد الكو زوين. وغادي ناكلوه بالمعلقه، يعني غادي نشربوه بحال الا كنشربوه بالمعلقه، ماشي غادي نشربوه بالكاس. يعني ان شاء الله هانتوما كتشوفوا واحد شويه ديال البسكوي غادي نديروه. ها هو البسكوي ديالنا موجود، وهنا كل ما في الامر اننا غادي ناخذوا هاد الفروي نخلطوه نخويه بحال هكا في كيسان يكون فيه المشماش ويكون فيه بحال هذا هكا. يعني ساهل غادي نوجدوه، نقدروا نوجدوه للضيف ديالنا في ظرف وجيز، شريطه ان الفروي ديالنا تكون بارده، كل شيء يكون بارد ان شاء الله غادي نحصلوا على نتائج زوينين باذن الله. ونقدروا نديروا كيسان كبار على هادو، نقدروا نديروها قد هكا كيتسمى واحد الديسير سريع نحطوه للضيف ديالنا وهما دخلوا عندنا في المثال. ما عندنا ما نحطو نقدروا نصوبوا بحال هاد الديسير، وشويه ديال لي بتي فور، شويه ديال كعب الغزال، شويه يعني داكشي يكون خفيف وظريف ان شاء الله الرحمن الرحيم. الجميل فيه هاد في هاد اسميتو داك الرايبي اللي غنديروا ليه ديال الفريز، كيجي يعني ثقيل شويه، كيجي بنين ملي كنخلطوا مع هاد لي فروي كيصبح عندنا واحد الديسير رائع ان شاء الله. انتم شفتوا واحد الكميه بسيطه ديال الفروي درناه هنا، وغادي ناخذوا هاد الرايبي ديالنا غادي نحلوه. انا ما وريتكم اش الاسم، مي الناس اللي يشوفوا الصوره يقدروا يكتشفوه ويقلبوا عليه، ما بغيتش ندير لهم بيبليسيتي. هنا غادي نخوي الرايبي ديالي على هذا الفروي بهذه الطريقه، انا والله نقترح عليكم تجربوا هذا الديسير اللي هو موجود، الاشياء ديالو موجودين وبكل بساطة تقدروا تصوبوه وتحطوه للضيوف ديالكم، كيجي هائل 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 إن شاء الله. كنحاول دائما نغطي هاد الاسم، واخا ما عندي سوق نقدر نبين السمية، مي ما كاينين الشركات ما كيعرفونا ما كنعرفوهمش نهائيا. ربح كما كيقول المثال، العام طويل يربح مع راسته، ما حسدنا حد، ما عندنا الكراهية تجاه أي واحد، اللهم لك الحمد.
مرحبا بكم إخواني أخواتي. هذا هو الديسير ديالنا الرائع بكل بساطة، اللي هو عبارة عن عنب وبسكوي ديال الشوكولا والخوخ والشهدية والبرقوق إن شاء الله الرحمن الرحيم. وعندنا ريبي خاص ديال الفريز، كيجينا هاد الديسير ديالنا رائع، شهي كيجي زوين إن شاء الله. ما لنا إلا ندخلوه نحطوه يبرد، ودائما الفروي ديالكم خصو يكون بارد، الرايبي يكون بارد، كل اشياء سيكونوا باردين. فصل الصيف هذا ما نديروش حوايج سخان باش نحصلوا على نتائج زوينين. ودروك كنعرفوا ان لي ديسير الا ما كانش بارد ما كي يعني ما كي المذاق ديالو كيجي شويه ماشي هو هذاك. اذا البروده خاصه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بحال هذا الوقت في السنه الانسان كيتشهى بحال هذه الاشياء الخفيفه الرائعه اللي يمكن لنا نصوبها بكل سهوله. نجي نخرج نجيب رايبي، نجيب هذه نحطها، جيب كيسان قطع عمر حط ان شاء الله الرحمن الرحيم. غير هنا السر ديال هذا الشيء وسر باش يجي زوين، خصنا نعرفوا هذه الحوايج اللي غادي نديروا، اشنو غادي نخلطوا، اشنو غادي نديروا. بهذه الطريقه الا عرفتوا الاشياء الجميله اللي يمكن لكم تجمعوها وديروا منهم ديسير، راه ديروا اي نوع ديال الديسير في بيوتكم بكل سهوله ان شاء الله. إخواني أخوي دائما كنتمنى لكم من قلبي كل التوفيق في العمل ديالكم، في الحياة ديالكم، يعني في كل شيء ديالكم بإذن الله. الله سبحانه وتعالى هو الموفق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.